Happy birthday to you. Happy birthday. قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. بهالفيديو رح اخدكم معي على تجهيزات عيد ميلاد علي، بس اجت بايام الامتحانات، فرح اوريكم انا كيف نظمت وقتي، كيف درستهم، وكيف قدرت اعمل له عيد ميلاد بفتره كتير قصيره. طبعا هون قاعده بدرس منى ماث لانه عندها امتحان ماث، وعلي عنده امتحان ساينس، فقاعده بطبع له اوراق ليحلهم لحاله وبدرس لحاله. هون انا قاعده عم بطبع الاوراق، وطبعا بما انه ما كان عندي وقت اعمل ورق عنب واعمل حلا واعمل كتير اشياء لعيد ميلاد علي، فهلا بتشوفوا انا كيف جهزت بسرعه بسرعه بنفس اليوم انا عملت العيد الميلاد. طبعا هون بعد ما طبعت له الاوراق طلعوا تقريبا 37 ورقه للساينس، علي لازم يحلهم كلهم. ومنى هلا خلصت تدرس ماث، كان جده عم بدرسها ماث، وانا كنت قاعده مع علي عم بيدرس. هون علي كان بيلعب ليجو، خليته يسكر الدرج ويدرس. علي شو اكثر ماده بتحبها بالمدرسه وبتحسها كثير سهله؟ الماث والساينس والانجلش والعربي وكل اشي. برافو علي شاطر. وهون منى عم تدرس ماث. واو ماما شوفي ايش عندنا لعيد الاتحاد. طبعا اليوم احتفالات العيد الوطني في الامارات، واحنا هون عم نتفرج على الالعاب الناريه، كثير كثير حلو. وهون زي عملوا الوان. واو شوفي علم الامارات. منى شو الوان علم الامارات؟ قولي لي. احمر اخضر ابيض اسود. برافو. هم بالالعاب الناريه عم بيحملوا كل شوي الوان من علم الامارات. هلا اي لون؟ اي لون عملوا؟ احمر. اوكي، وكمان عملوا اللون الاخضر واللون الابيض، كل الالوان عملوها، بس انا ما لحقت اصور لكم كل الالوان. وهلا بعد ما خلصنا نتفرج على الالعاب الناريه، بكره لازم نجهز لعيد ميلاد علي. قرت رح اعمل له اياه الساعه 3:30 الظهر. وتاني يوم صحينا انا ومنى كتير بدري قبل ما يصحى علي لنروح نجيب اغراض السوبر ماركت للعيد الميلاد. طبعا انا وصيت من الكيك من امبارح، طلبتها اونلاين، بس بدنا نروح نجيب الصحون والشوك والشمع كمان والكانديز. رح اعمل كاندي بلاتر. ياي. اوكي منى تعي ذكريني، منى شو كمان بدنا؟ نسيت، قوليلي. كاسات. اوكي بنجيب كاسات، شو كمان؟ كاندي. اوكي عارفه رح نجيب كاندي. اوكي بنجيب تشيبس للعيد الميلاد، شو كمان؟ فواكه. عندنا كثير فواكه، بعدين اذا حطيناهم بيخربوا. شو صاحباتك بحبوا؟ هينا قربنا نوصل. طبعا بس انا كنت قاعده بتذكر شو الاغراض اللي بدنا اياها، اوريدي عرفت شو بدي. وهلا رح اروح اصف السياره، قربنا على الطريق. ماما اي هاف ذس فاني جوك. شو؟ قولي والله حبك عبد الله. منى اتس نوت فاني. هلا انا ومنى وصلنا على سبينيس. صح ماما، علي قال بده كي اف سي. كي اف سي على عيد ميلاده؟ اوكي بطلب له اذا هو بده كي اف سي. هينا اجينا على سبينيس، بدنا ندور على كب كيك يكون شكلهم كثير زاكي. هي منى هذا كثير منيح، حطي كمان. بدي الشوكليت. اوكي هذا كثير منيح. يمي ولا بيسيح؟ لا يمكن يسيح. صح يمكن يسيح بالشمس، لانه احنا حاطين العيد عاملين العيد ميلاد الظهر. وهلا رح نجيب الشوكليت لانه تيتا قالت لنا رح نجهز للبلاتر. حطينا الام اند ام، شو كمان يا منى نحط؟ شو نجيب؟ جيلي بينز، كوكيز. اوكي بنجيب كوكيز كثير زاكي بالبلاتر. رح نعمل كاندي بلاتر. هلا منى اللي قاعده بتنقي الاغراض. شو كمان نجيب؟ ذكريني شو ممكن نحط كمان؟ شمع. خلينا نجيب صحون. وكمان لازم نجيب شمع. برافو يا منى ذكرتيني. خلينا نشوف هدول الصحون اي نجيب. هاي الشمع اللي رح يصير عمره 12، رح احط له الشمع، كثير حلو شكلهم. وهي اغراض الكاندي بار. وهلا باقي ننقي الصحون، هدول حلوين. لا خلينا نجيب ساده احسن. واو هدول مكتوب عليهم هابي بيرثدي. بس للبنات. اوكي لا علي ما رح يحبهم. هدول احلى. لا هدول بينك. شو يا منى شو نجيب؟ لسه. طب خلص علي، لانه ما نجيب بيسك. صح خلص. يلا يلا بسرعه يا منى. خلص يا منى خلص يلا. هلا رح نروح نحاسب ونروح على البيت بسرعه، نجهز الكاندي بلاتر ونجهز الكب كيك ونطلب الكي اف سي. علي متاكده بده كي اف سي؟ انا رح اعمل له مفاجاه.
هلا هون وصلت الكيك، كنت طلبها امبارح مثل ما قلت لكم. يلا ما في وقت، هلا رح ننزل. اوكي عادي اخذ واحدة. اوكي خذي. عم نجهز الام اند ام والكب كيك اللي جبناهم، شوفوا ما احلى شكلهم. طبعا ما كان عندي وقت اعمل انا كب كيك، قلت لكم لاولادي امتحانات وبدي شيء بسرعه، فهلا بنحط انواع الكب كيك. هيك منى حطتهم احلى لما عملنا ميكس شوكليت وفانيلا. اول شيء خلصنا منه، شوفوا ما احلى. وهلا بدنا نبلش بشو؟ كاندي بلاتر. اوكي هاي، هذا صحن كتير حلو بدي ابلش اعمله. هاي اول شيء الجيلي بينز. منى طبعا كتير بتحب الجيلي بينز، وعلي كمان بيحبه. هلا هو هو عيد ميلاد علي، احنا بنعمل الاشياء اللي علي بحبها. وهون الام اند ام كمان علي كتير بحبه، وهاي الشيبس التوباسكو كتير علي بحبه كمان. ومنى انا منى اخترنا كل هاي الاغراض اللي علي بحبها. لسه علي نايم، بدنا نخلص نعمل كل شيء قبل ما يصحى ماما ويشوف المفاجأة. سامعة علي؟ لا لا خليه نايم، روحي بسرعة سكر الباب عليه. اوكي. وهاي طبعا المنتوس كتير علي بحبه أكتر شيء، دايما بقول لماما سكرت الباب. طبعا هاي الأشياء مش منيحة وبتسوس الأسنان، بس اليوم بس لأنه عيد ميلاد علي رح أسمح لكم تاخذوا هاي الأشياء. وهذا طبعا كتير زاكي مع ال، يعني شوية نعمل تجانس بالنكهات، إذا كله سويت وسكر مش طيب، فحطينا شوية شيبس وبسكت. لا هيك أحسن عشان ما يكون كله سويت وشوغر. وهاي الكوكيز اللي علي بحبه، طبعا هذا كل شيء علي بحبه. أنا كمان. ومنك طبعا أكيد منك بتحبه، بس لأنه عيد ميلاد علي بدنا نعمل كل شيء علي بحبه. بس أنا بحب الجليبين أكتر منه. بحبه هو كمان. فهلأ هيك تقريبا خلصت الأشياء المهمة. مثل ما قلت لكم أنا ما لحقت أعمل ورق عنب ولا بيتزا أنا أعملها ولا أي شيء، لأنه هلأ بدنا نلحق، ما في وقت يا منى، بدنا نلحق بسرعة بسرعة ندرس. وكمان هاي كتير حلو شكلها، حطيته منى اشترته مبارح وإحنا قاعدين بالكافيه، هي راح جابتهم لحالها. وهاي الملك شوكليت كمان. وهلأ رح أفرجيكم كل شيء جهزته أنا، الكيك اللي مكتوب عليها ببرتي علي، والكاندي بار، والكب كيك. وهاي علي صحي، وهاي الهدية تبعته في جواها كتير أشياء طيبة. هلأ بفرجيكم بالعيد الميلاد لما نفتحها ونشوف شو في جواها. هاي الهدية من خاله جميل، إجا عنا وجاب له هاي البالون سبايدر مان وبنياتا، كتير كتير حلو. هلأ احنا بلشنا ننزل تحت على المسبح لنحط الأغراض كلها. طبعا هاي العربية لقيتها بالبناية عنا، هاي الكي اف سي والكل شيء. يعني علي هو كتير بحب الكي اف سي، هو طلب بده كي اف سي على عيد ميلاده. هاي الطاولة حطيتها هون شوي عند المسبح يكون شكلها حلو، هون عم نمسح الطاولة. وهي كل شيء جهزنا، عم نحط الشرشف. هذا الشرشف من عندي، ما لقيت شرشف للعيد الميلاد، تأخر ليوصلني من أمازون. وهون رح أبلش أحط كل شيء جهزناه فوق. هاي الكاندي بلاتر والكانديز، وهاي الكب كيك. شو كمان يا منى؟ طبعا انا عم بفكر بامتحاناتهم والدراسه اللي علينا، بس مش مشكله. وهاي الميلك شوكليت. هلا هون البيبسي. طبعا هو اول مره انا اعمل عيد ميلاد لاولادي واجيب كي اف سي من برا، دائما انا اللي بكون مجهزه الاكل وكل شيء انا بكون عامله، بس الا اليوم لانه اليوم حاله خاصه. دائما لما يكون اعياد الميلاد جايه بايام الامتحانات ما بنكون ملحقين نعمل شيء. هاي الكيك شوفوا ما احلى شكلها، بجنن كتير كتير حلو. هاي الكيك علي طلبها، هو كتير بحب الريد فيلفت مع الشوكليت. هون ماما عم بتساعدني عم بتحط لي الكيك، لأنه أنا عم بصور قاعدة فرجيكم كل شيء. وهي كل شيء كل شيء حطيناه. طبعا ضايل الأكل كي اف سي، بس أنا ما في حدا جاي يا منى إلا جيراننا. أصحاب علي كمان عندهم امتحانات ما قدروا يجوا، وصحبات منى كمان عندهم امتحانات ما قدروا يجوا، بس جيراننا. هاي الكوسلو والفرنش فرايز حطيتهم كلهم مع بعض. بحب الفرنش والكي اف سي. هاي ماما عم بتساعدني كمان زاحت الكيك، شوفوا ما احلى الطاوله، سمبل وخفيفه وشي سريع هيك، المهم علي يكون مبسوط. ماما يلا بدي افتح البنياتا. لا استني نستنى الكل يجي لحظه. أوكي. ما اجى حدا، خلينا نخلص هلا نصور قبل ما يجوا، ما اعرف اصور بعدين. واو شوفوا مين اجا، جيراننا جابوا لعلي الهديه. ثانك يو حبيبتي، شكرا. يلا انا هلا بدي ابلش افتح الشمع واحطه على الكيك عشان يكون كل شيء كل شيء جاهز. هاي نمبر 12، علي صار عمره 12. ماما صاحبتي
يلا يلا هلا علي رح يبلش يفتح فيها وكل الكانديز. شوفوا كيف كلهم عم بياخذوا الكانديز الجيران، كلهم اخذوا. طبعا هم كانوا يسبحوا بالمسبح، كثير بارد هو بس عادي. وهينا ولعنا الشمع وغنينا لعلي. تعالوا كلوا يا اولاد. يلا كي اف سي، مين بده احط له؟ انا. وهون الاولاد كلهم قعدوا عم بالالعاب عم ياكلوا. البنات والاولاد اوكي. واخر شيء اجت فتره الالعاب، عم بيلعبوا بالالعاب اللي جابوها. وهيك الفيديو بكون خلص. الفيديو الجاي رح يكون تجهيزات السفر. كونوا متحمسين كثير، بحبكم، باي.